إحدى أكثر التساؤلات التي تدور في ذهن التجار الجدد على موقع أمازون هي: كيف يمكنني تصنيف منتجي من المنتجات الأكثر مبيعاً على موقع أمازون؟ وما أهمية تصنيف المنتج على موقع أمازون؟ ابقى معي لآخر الفيديو لتتعرف على عدة عوامل قد تساعدك في إيجاد الإجابة للسؤال. قبل أن أشرح عن طرق تساعدك لتصنيف منتجك في فئة المنتجات الأكثر مبيعاً على موقع أمازون، علينا أولاً أن نعرف عن أهمية تصنيف المنتج. مهم جداً عند إنشاء صفحة مبيعات على موقع أمازون أن نصنف صفحة المبيعات في الفئة الملائمة للمنتج الكاتيجوري، لأن موقع أمازون سيراقب أداء المبيعات والآراء على صفحة مبيعاتك، وسيقيم الصفحة في أي مرتبة ستكون في الفئة التي عرفتها للصفحة. يمكنك رؤية أي صفحة مبيعات في أي مرتبة هي مقيمة بفئتها في بند الـ Product Information. أيضا يمكنك رؤية تقييمه بالفئة الرئيسية للمنتج وبالفئة الثانوية المعرف بها. فمهم جدا أن نعرف الفئة المناسبة والصحيحة لمنتجك. عند الوصول لتقييم جيد للمنتج سيظهر في رابط أمازون بيست سيلرز، يوجد رابط كامل اسمه أمازون بيست سيلرز. صفحة أمازون بيست سيلرز هي صفحة تظهر المنتجات الأكثر مبيعاً على موقع أمازون، ويمكنك رؤية المنتجات الأكثر مبيعاً في أي فئة تريد. ويدخل للصفحة هذه ملايين التجار والمشترين لتفحص منتجات لشرائها. صفحة أمازون بيست سيلرز يمكن أن تكون قناة تسويق ممتازة لمنتجك، فكلما تقييم الـ BSR الخاص بنا قل، زاد الاحتمال لظهورنا في صفحة أمازون بيست سيلرز. BSR اختصار لـ Amazon Best Seller. موقع أمازون يطلع على عدة عوامل من خلالها يقرر تقييم المنتج في فئته. العامل الأول هو الآراء على المنتج ونسبته. كلما الآراء أي الريفيوز على المنتج عالية وبنسبة جيدة، أي من 4 إلى 5 نجوم، أمازون سيقيم المنتج في المراتب الأولى. لذلك تأكدوا من الحصول على آراء جيدة ومعالجة أي آراء سيئة حصلتم عليها. العامل الثاني هو عدد المبيعات على المنتج. أمازون يطلع على عدد المبيعات الشهري لصفحة المبيعات أو للمنتج، وإذا الفئة تنافسية سيطلع عدد المبيعات الأسبوعي للمنتج. فكلما كان عدد المبيعات أكبر، زاد الاحتمالات لتقييم منتجك في المراتب الأولى بالفئة المعرف بها. لهذا السبب نلاحظ تجار أعلنوا منتجات جديدة على الموقع يوزعونها بالمجان giveaways فقط لكي يظهر مبيعات على الصفحة، ولكي أمازون يبدأ بأرشفة المعلومات عن المنتج وعدد مبيعاته. العامل الثالث هو تقييم وسلامة حسابك. أمازون يطلع على تقييم حسابك وسلامته. طالما لا يوجد أي آراء سلبية على متجرك أو حسابك، والأكاونت هيلث في حسابك تقييمه أيضا جيد، أمازون سيقيم صفحاتك في مراتب عالية. يمكنك الدخول لرابط الأكاونت هيلث في حسابك أمازون سيلر سنترال وتفحص سلامة حسابك، وإذا يوجد أي شكاوي عليك معالجتها في الحال. العامل الرابع المصطلحات المعرفة في صفحة المبيعات ونسبة النقر على الصفحة. كلما عرفت مصطلحات مطلوبة ويبحث عنها كثيرا في الأمازون، كلما زاد ظهور صفحتك في نتائج البحث. أيضا أمازون يطلع على نسبة النقر على منتجك عندما يظهر للمتصفحين في نتائج البحث، فكلما زادت نسبة النقر على المنتج، موقع أمازون سيحتفظ في مكانة الصفحة في نتائج البحث، واحتمال أيضا أن يقيمه في أول النتائج. لذلك عليك تعريف صورة مهنية للمنتج، اختيار مصطلحات مطلوبة للمنتج التي ستحث المتصفح النقر على صفحتك. العامل الخامس هو الإعلانات الممولة.
لاحظ أنني دائما أتطرق في أغلب الفيديوهات التي تخص في موضوع البيع على موقع أمازون للإعلانات الممولة، لأنها هي من أهم الأدوات التي تساعد الصفحات الجديدة الظهور في أعلى نتائج البحث ونجاحها على موقع أمازون. حدد ميزانية معقولة واستعمل الإعلانات الممولة على موقع أمازون، لأنه عامل مهم جدا لنجاح صفحتك. لا شك سينتظر للتجار الجدد على موقع أمازون الكثير من العمل، ولكن بالمقابل سيكون مردود أرباح جيد. تذكر هذه الجملة المهمة: إذا صفحة مبيعات تقيمت في أعلى المراتب على موقع أمازون، من الصعب إزالتها أو نزولها إلى تحت. لذلك العمل الصعب سيكون بالبداية، ومع الوقت سيقل. بالنجاح للجميع. وسؤالي لهذا الفيديو: بأي مواضيع تستصعب خلال عملك على موقع أمازون؟ اكتب لي بالتعليقات وسنحاول مساعدتك. أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو. سأراك في فيديو آخر.